فير بلاي. السلام عليكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، ونستقبلوا نواصل نحكيو هوند، ونستقبلوا السيد ابراهيم بن دريس رئيس جمعيه الملعب الزغوين. اكيد قضيه ممكن خلينا نقول شبهه فساد وشبهه اللعب نتائج مقابله الملعب التونسي والمنزه الرياضي، والاكيد الخاسر منها والمتضرر منها نادي الملعب الزغوين. معنا سي ابراهيم باش يعطينا اكثر تفاصيل عن الموضوع هذا. سي ابراهيم اهلا بك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بمستمعي اذاعتكم وشكرك على الاستضافه. مرحبا. باهي سي ابراهيم، احكي لنا شنو هي تفاصيل الحكايه بالضبط. والله هو الموضوع عن برينسيب صارت معناها كلام بين عند الجمهور هذه بين اللاعبين، ان ثم اتفاق ما بين جمعيه الملعب التونسي اللي هي جمعيه عريقه وجمعيه المنزه الرياضي كيف جمعيه عريقه على ان يخرج المقابله اداره بيناتهم السبت اللي فات على نتيجه تعادل. نتيجه تعادل هذه تخدم مصلحتهم الزوز، معناها احنا خذينا بالاسباب عملنا مراسله للجامعه جامعه التونسيه لكره اليد وللرابطه، قلنا لهم راهو هكا وهكا وراهو هذا اللي قاعد يدور في الكواليس نتاع الجمهور وبين معناها اللاعبين. الجامعه مشكوره خذت الاجراءات اللازمه، بعثت مراقب المباراه اللي مشى حضر فيها رئيس الرابطه مشكور بروحه، وعدت المقابله على الموقع نتاع الجامعه، واللي يتفرج في المقابله الكل شاف معناها هناك تخاذل واضح وصريح حسب هذا راينا احنا. تخاذل واضح وصريح في معناها في المقابله، معناها ثماش تنافس شريف، ما ثماش حد شيء، معناها كي تفرج مقابله نتاع كره يد ما تحسش انا ناس قاعده تلعب على معناها تتنافس باش واحد يربح. استنت ظهري على الدقيقه الاخرى، ظهري صاروا فيها برشا حاجات. بالطبيعه انت كي تشوف المونيتاي ملخر في الدقيقتين الاخرانيين تقول اللي هو معناها برنسيب تنافس شديد جدا، فالدقيقتين ثلاث دقائق الاخرانيين بين اللاعبين باش يكون يخرج من نتيجه تتفرج معناها تقول ماهمش قاعدين يلعبوا اصلا، معناها مش قاعده تلعب. ثم معناها بالحق معناها احنا كمسؤولين في جمعيه الملعب الزغواني وكجمهور رياضي بملعب الملعب الزغواني معناها حسينا بالظلم، معناها أن بالطريقة كيكة معناها الطريقة معناها مفضوحة، الطريقة بالطريقة ديكة معناها يتعدوا على حق الجمعية. والله معناها ما معناها وجعتنا ياسر وحسينا منها ياسر. الجامعة مشكورة معناها بعد المقابلة ديكة عدت الشكوى نتاعنا على اللجنة القانونية نتاع الجامعة، نظرت فيها الرابطة وعدتها إلى الجامعة. اليوم قعدت وقت جلسة مع في الجامعة التونسية لكرة اليد، حضرنا فيها احنا ممثلي جمعية الملعب الزغواني وممثلي جمعية المنزه الرياضي والملعب التونسي، ودرس الموضوع. ولأول مرة معناها في تاريخ الجامعة التونسية لكرة لكرة اليد ياخذوا بالجانب الفني، معناها يشاهدوا مقابلة باش يعطوها الفنيين ينظروا فيها ويشوفوا معناها معناها موجود حقا تلاعب مباراة ولا غير موجود. وهو نادر جدا أنا في كرة اليد أنا نتيجة تاع مباراة تاع كرة يد. لا ما هو صحيح، ما هوش نادر سي إبراهيم، ظهر لي ديما في آخر الموسم في بطولة تونس في كرة اليد ديما يصير نتيجة تعادلات، كل ما فريق يحتاج زوج فرق يحتاجوا أنه يصير تعادلات ديما تصير. ديجا صارت قبل بين عندها موسمين بين حمامات وبن خيار تقريبا صارت نفس الحكاية، والجامعة تعهدت باش فتح الملف وابارامون ما ساخذوش في ديسيزيون، خلاو زوج جمعيات ما طيحوهمش كانت تفكر وقتها. ديما يصير هذا في كرة اليد التونسية. ظهر عندنا جمعية من الجمعيتين هذوما اللي صارت عليهم الإشكالية ديجا عندها عودة في الحكاية. منزل الرياضي عندها عودة، وهو ظل يقل واحد اقل واحد لعب كرة يد يفهم شنو اللقطة، خصوصا نتاع المدافع في اخر المدافع اخر حط ماريولو على وجهه وكلم لا ما نحكيوش قالوا ما ايش معاه، مش قالوا مش ما قالوش، اما ظل ما عملش لا خلينا نكمل لك سي ابراهيم، ما عملش حتى مجهود باش يمسوا في اللقطة، معناها حتى اقل واحد لعب هوند ولا يلعب شويه في الهوند من با حتى حاول باش يوقف ويعمل 9 متر، معناها ظهر لي ما تحتاجش الفنيين في الحكايه، ولازم نضربوا بقوه على ايدي الناس هذوما اللي قاعدين قوه ديما شبهه تلاعب النتائج، وان شاء الله الجامعه تاخذ ديسيزيون لازمين. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا عندنا تاريخ فليك الرياضيه نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد، احنا جمعيه الملعب التونسي جمعيه عريقه راهو ما نشكوش في هذا، والمنزه الرياضي جمعيه عريقه، الا انه من العيب معناها ومن العيب معناها انك تعمل بالطريقه هذه مش باهي، معناها مش باهي. احنا الحق نتاع ربي حكيتوا مع الجامعه شنو موقفهم؟
سامحني. حكيتوا مع الجامعة شنو كان الموقف؟ موقف الجامعة قلت لك عندك حق تاخذ حق. وقتاش ان شاء الله عينت لجنة خبراء، معناها خبراء باش ينظروا، خبراء في كرة اليد معناها فنيين باش يشوفوا يتفرجوا في المقابلة وباش يعطوا رايهم، وعلى ضوء الراي هذاك نهار الاربعاء باش يخرج قرار في الواحد القرار. معناها احنا كما قلت لك ثقة كبيرة اللي فهمناها انه ماهيش، معناها اذا كان ثم تلاعب معناها باش يقع ضرب بيد من حديد على الناس اللي تلعب بنتائج المباراة، وإذا كان عندنا حق احنا باش ناخذوا حقنا، وإذا كانت جامعة أن ما ثم حتى شيء والمقابلة تعدت في معناها في حدود الميثاق الرياضي، معناها ما علينا كان عنوبي للقرارات نتاع الجامعة. الأربعاء هذه ديسيزيون إن شاء الله. نهار الاربعاء ان شاء الله، نهار الاربعاء قلت ربي ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سي ابراهيم، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا وبارك الله فيك، يعطيك الصحة. مرحبا وان شاء الله معاش نشوفوا حاجات كيما هكا، خاطر بصراحة قاعدة تتعاود كل موسم، في آخر موسم في كرة اليد ديما نشوفوا تعادلات اللي هي حاجة نورمالمون تكون نادرة، التعادلات ديما نشوفوها كل ما فلوس فرق يحتاجوا باش يكونوا متعادلين فإنهم يتعادلوا. هكا هي وكل هي كل جامعة ما جاتها شكوى من في الموضوع هذا إلا وتاخذ الانيشيتيف راهي معناها. هكا نوصلوا، يعطيك الصحة، شكرا لك.